الحموات تعبوا جداً مع البنات في حلقة الخزين. ما هم برضو معذورين إذا كان ما بيعرفوش يطبخوا، هيخزنوا. أنا شايفة إن إحنا عملنا النهاردة كويس قوي، لأن إحنا ما كانش عندنا التولز كلها اللي تخلينا أو الأدوات كلها اللي تخلينا نعمل أسرع من كده، وكنا بسرعة برضو. السكاكين الموجودة كلها إحنا حاولنا ندور يبقى في حاجة أقوى إن إحنا نقطع بيها سمكة كبيرة زي دي، ما لقيناش. فلا، شايفة إن إحنا عملنا كويس جدا، وأكتر واحدة شايفة إن هي كانت متعاونة جدا وسريعة جدا معايا كانت أريش. لا، رايديس كان عنده مشكلة معه بس تخطيت الموضوع، قدرت أشرهم. بس بصل ريحته أبداً ما يعني ما في أتحملها، وخصوصي لما طلعت بالمطبخ كله وبلشت أبكي قررت أطلع، ما بقدر. رانيا شكلها كانت بتطفش كريستين من المطبخ بالبصل. أنا طبعاً مرة من مدمنين الجمبري، أفضل أكلة عندي، بس عمري ما توقعت في يوم إني أقشرها وأتبلها ولا أعرف شيء عنها. فاليوم تعلمت شلون اقشرها واقطعها بالطريقه الصح. ففي بنات قطعوا بالسكين، الحمد لله اني ما سويت غلطتهم، قطعت بيدي زي ما علموني. فشيء مره حلو وتجربه مره ممتعه انك تتعلم شيء جديد وتعلمه لغيرك فيما بعد. انا من وانا صغيره ما باكلش سي فود خالص، وما بحبش الجمبري ولا الكابوريا ولا الاستاكوزا، الحاجات دي كلها يعني بقرف منها جدا وما باكلهاش حتى باي طريقه. فأهلي حاولوا معايا كتير ان انا ادخل المطبخ، ان انا احاول اقف معاهم ان انا كلها، حتى ده نو واي ان هو يحصل. فلو ده هيأثر على درجاتي او هيخليني في البروجرام مش هبقى اون توب، مش مشكله، ما عنديش اي مشكله خالص، بس ما امسكوش ولا شم ريحته. ليندا بتعيط، حسيت ان حد مات، وفي الاخر طلع خربوش من المبشره. اتعورت، كنت ببشر البصل فبشرت ايديا، بس يعني اول مره استخدم مبشره، واتعورت بسكينه عشان بحاول اقطع السمكه اللي هي عظمها اتقل مني. بس اول مره في حياتي امسك سمك اصلا، والحوار كان لازق جدا. ليندا بصراحه حاولت تعمل كل جهدها يعني، واتعورت وتعورت تعويره كبيره وقعدت تعيط، يعني تعبت جامد. فكنا بنحاول كلنا ان احنا نبقى احسن حاجه. سيرين كانت هيلبفل جدا، كانت يعني اسرع من قبل كده، كانت بطلب منها حاجه كانت فوكسد وبتركز وتجري تخلصها بسرعه. فلا، انا شايفه ان احنا عملنا كويس قوي النهارده يعني. يلا، وعايزين بقى عشان ننضف تحت هنا بعدين بعد لما نخلص كل حاجه. اتعورتي اصابه ثانيه. خلاص سيبيها روحي افرمي البصل. بتعملي ايه؟ بتعملي لها قصه؟ ها؟ السمكه. لا، عشان تشيلي الديل من هنا، مش من الحته الجامده من هنا. كنت بحارب انا وزعينه في السمكه، والله العظيم هي ماسكه وانا بحاول اطلعها وهي مش عايزه تطلع، عماله اقطع ومش عايزه تقطع ابدا، قطعت واحده. ليندا بتتعامل مع السمكة وكأنها بتقتلها مش بتنظفها. طب والله السمكة صعبانة عليا. تعلمت كيف رايدس من تبلهم، من شو منحط معهم، لأنه ما كان عندي فكرة عن الموضوع أبدا، كانوا يجوا لعندي مقشرين خالصين. هلا تعلمت كيف بقشرهم وشو بحط معهم لحتى نحطهم نخزنهم يعني. رانيا كانت معانا دقيقة، كانت بتحاول تعلمنا شلون نقطع الجمبري، يعني إذا في واحدة غلطت لا أنت غلطتي حاولي تعمليها كده. فكانت سريعة فتعلمنا منها يعني. طيب إحنا برضو نحط كمان خل وإحنا بنغسل علشان الجمبري بتاخد، عايز تشتري على حد؟ لا بصي نضيفه ازاي كله والله. يلا طيب ده خل، يلا حطي بس بالراحه. انا غسل جمبرياتي بخلايا. انتوا محسسيني الجمبريه كانها حوت يعني، كل واحده فيكم بتتكلم على الجمبريه كانها يعني حاجه اول مره اعملها، فرحانه بيها. كل واحده تحشي الجمبريه بتاعتها. يا ملا عملت كده دي كريستين، يلا مش عايزه تحشي؟
مش هتنزعي ضفيرك؟ في الدنيا هتنزعي ضفيرك صدقيني جدا جدا بعد شويه، بس مش مشكله انا احشيها لك. انا عمري ما هعمل جمبري لا دلوقتي ولا بعدين ولا هفكر اعمله، حتى لو جوزي طلبه مني، يعني لو عايز ياكله ممكن ياكله بره، مستحيله اعمله. اول شيء بدي اعمله بس روح على البيت انه حضر القرايدس اعمل لها اياهم لامي، لانه هلا فهمت قد ايه بياخذوا معها وقت وبيعذبوها وريحتهم مش طبيعيه. طلعت مصارين بتاعت السمكه من جوه، حاجه قذره يعني، ما اعرفش ازاي الصراحه بيعملوها. انا اخري بشوف السمكه في البحر عند محل السمك. علامات السابقين بالاول ما كانوا منيح، بس جمعه الماضي جبت علامه منيحه. ما بعرف اذا اللي صار اليوم مع رحمه رح يعوضنا اللي حكون انا قبله ولا هي قبله، بس بكل الاحوال لو طلعت اليوم رح اكون مبسوطه، لانه راجعه عند اهلي اللي اشتقت لهم كثير وعند رفقاتي، ومع انه هون العالم كلها حبيتهم، والشيء اللي عشته هون ما بيتعوض. علي قلبك هتنسى في ثواني، والشاي بتقتل مكاني، من النهارده انا هبقى ماضي ذكرني، لو كان علي قولي ايه هي الطريقة اللي هنساك بدقيقة، من النهارده انا هبقى ماضي. واضح ان البنات كانوا تعبانين جدا من يوم الخزين، وده خلاهم ما قدروش يستحملوا صوت قريش، فكان العقاب. طب ايه؟ انا اصلا طب ها فكروا معايا يا جماعه، مين هيطلع من انا هطلع؟ انا نفسي ماني طالع عشان انا سكورتي عالي. ايوه انا مش جايبه. مين كان اكتر حد قليل؟ مين كان اكتر حد قليل؟ استنوا، هو واحده واحده يعني، انت واحده واربعه. لا يا جماعه، مين اكتر حد كان قليل في السكور؟ اتوقع ممكن نورهان. نورهان كانت اكتر واحده سكورها قليل. تطلع معرفش اكتر واحده سكورها قليل. معرفش يا رتا يا تسنيم يا نورهان. يا تسنيم يا نورهان. معرفش، مش متاكده. تسنيم كمان. نورهان جابت كام مره فاتت؟ لا 12. توتا ونورهان في عالية. اوكي يبقى هي توتا او نورهان هيطلعوا. انا بقى حد فيهم عالية قبل النهارده. لا في عالية. لا هو توتا مش هيعرف يعوض. لا توتا كان لو السكور قليل قوي 57 هتعرف تعوض. ايوه 58. لا توتا توتا 57. مين 57؟ خلينا نشوف. نورهان في الاول خدت سكور عالي قوي في اول مره. اللي نورهان عشان وفي المره اللي فاتت كان سكورها قليل فعادي، يعني كان الاثنين زي بعض، لكن بصراحه اعتقد توتا او نورهان. يعني دي جت مره بينهم، مره فاتت كان ضربها. حد يعني النهارده اتضرب مين بقى؟ معرفش. انا ما شفتهمش هم يا بنتي. ركزي معايا. انا بيخلصوا. ايه بس؟ وانت قاعدة عادي كده. صحابنا بيخلصوا. وانت قاعدة بتغني عادي. هيتخرجوا. لا هو بيروح انت بس. ايه الضحك ده؟ يا اسمها ايه؟ انت اسمك اختك ميرفت. مركزه ست بتوشوشنا. ميرنا دول بتشيلني حاجه؟ لا لا هي فاهمه، انا بتكلم على حاجه تانية. بتوشوشي عليا يا زهر. انت انا قال معاك قلت لها في ايه؟ في ايه؟ حرام. مش معفنه بس عارف ان انا صح. لا غلط. ساير الهاديه حقتنا انت. الكتكوتة حقتك. على فكرة انتوا مش مهتمين خالص بيكي، ومميزين جدا بجد. سواء طول الوقت يعني مش معايا. بس انا زهقت منكم. احنا متوقعين ان في انا بصراحة معايا صفات وزهقت منكم. انا واحدة مش منك، انا زهقت منكم. انا بصراحة عندي عاد يعني ايه انا عملنا يعني ايه؟ يعني قد ايه قاعدين معاهم؟ عايزاهم بعمل حاجة جديدة. خلاص لو خرجوا الوقت هينبسطوا بره ونشوفوا اهاليهم.
انا نفسي اشوف يعني اصحباتي وكده بعد المرمطه اللي شوف بعد البهدله اللي احنا شفناها سمك وغسيل انا ما كلستش عمري في حياتي انا السمك ما بسلوش مش هنضفه روشي امي قالت الشغل شغلت مين اللي عملتها لنا من شويه لا يا حبيبتي بلدي ريالي استني ريالي ايه البنات بعد حوار عن مين هيخرج اكتشفوا موهبة سيرين في التمثيل تاخد جزء الست من هو احنا لسه خلصنا من صوت قريش لما يطلع لنا تمثيل سيرين في فيلم معين هقلد دي ولا لا هي عملتها حلوه هي عملت فورني وانا هقلد لكم ممكن تجيب لها الحاجات هو كل واحد العبايه دي العبايه بابا طب نور هاند لا مش دي انت كنت بتقلدي مين من شويه لا لما تفتحي الموضوع اللي قلت لك عليه حاضر تعالي تعالي اقعدي جنبي كنت بتقلدي مين من شويه لما قلتلك هلدي هلدي بتقلدي احلام كلمة انت بتقلد احلام كنت بتقلدي مش فاهمة كنت بقلد مين كنت بتقلدي هيفا كنت بتقلدي مين امتى احنا هنا قبليها طب قومي قلدي يلا لا انا مش هقلد والله والله مش شايف قومي ليه مالكيش تسوي والله حط لك رد خدمتك فتحية طب يلا فكرتيني في شباب قلدي الاثنين رحمه ايش اسمك خدمتك فتحيه ايش اسمك خدمتك فتحيه بقلدكم كريستين كيف تحكي لبناني حياتي لك تقبريني كريستينا تقبريني حياتي لك تقبري قلبي هي شيء من لبنان وكثير حلوه ومهضومه صراحه قال لي انت بقى هاي حاجه طب ما ايه انت ما يلا جيبي لها المايك حضرت كتير انا لا 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 ايوه اسيبكم بقى في جلسه اكتشاف المواهب واشوفكم الاسبوع اللي جاي ما كانتش عارفة تتأقلم مع بقية البنات مش عارفة احفظ اسمها لغاية دلوقتي معرفش ليه انا جاية انبسط وهزر واعرف ناس كويسة خرجت في المراحل البدري قوي في المسابقة يعني دي ما يعني ما قعدتش معانا كتير الحقيقة بصراحة ما فيش اي حاجة هتوحشني في البرنامج خالص